هذا الرمز، هذا النصب يحوي على 14 رمز أو رمزية تحكي عن تاريخ العراق من مثل ما قلنا مثل من الماضي إلى الحاضر. حاكى الحضارة السومرية البابلية والآشورية برمزيات جميلة معبرة عن المجد العراقي من سالف الأزمان إلى حد الآن. أيضا قسم إلى بارتات معينة، البارت الأول مثل ما تشوفون يحوي على اضطراب تاريخي معين يرمز إلى المرأة والطفل باعتبار هما أساس المجتمع وأساس الخليقة اللي هما المرأة اللي هي رح تنشئ هذا المجتمع، رح تنشئ هذا الوطن. يعني النزاعات المعينة اللي مر بها العراق على مدى هذه الحقبة الأولى مع إعلان تشكيل الدولة العراقية وهذه السنوات الأولى، إضافة امتدادا إلى وصوله إلى مرحلة 1958 عندما وصل بالجدارية إلى البارت بالوسط مثل ما تلاحظون، لما السجين السياسي اللي يحاول ينتزع القضبان فعلا على يد الجندي العراقي اللي هو ساهم في تكريس مفهوم الديمقراطية في العراق. النصب ينتقل انتقالات مدروسة ويوصل إلى مرحلة الثورة الصناعية والتجارية والزراعية في العراق من خلال رموز دل على نهر دجلة والفرات، إضافة إلى وجود رمزية الفلاح الكردي والسومري، السومري اللي هو الجنوبي، وأيضا العراقي بشكل عام.